وعد إيهاب جلال المدير الفني للزمالك الجماهير ومجلس إدارة النادي بالمنافسة على بطولتي كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، بالإضافة إلى محاولة خطف المركز الثاني بالدوري للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. وأكد جلال أنه يثق بشكل كامل في جميع لاعبي الفريق، مشيرا إلى أن الأداء في التدريبات هو الفيصل في اختيار القائمة والتشكيل في كل مباراة. وشدد مدرب الزمالك على أنه لن يجامل أي لاعب على حساب مصلحة الفريق.